أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: امرأة حانت ولادتها. نعم. تقول امرأة حانت ولادتها، نعم، ولم تخبر أحدا خجلا وحياء، وتحاملت على نفسها حتى مات الجنين، وقد أفتى فضيلتكم في درس يوم السبت بأن عليها صيام شهرين متتابعين، والمرأة تبلغ الآن 80 سنة وتهذري وعندها مرض في الصدر، فهل يلزم قرابتها الصيام عنها أم لا؟ أنا قلت إنها إذا كانت تحاملت عليه تقصد قتله، هذا قتل عمد ليس فيه كفارة. أما إذا كانت لم تقصد قتله ولكنه مات بسبب التحامل وهي لم تقصد هذا، فهذا قتل خطأ وعليها الكفارة. إذا كانت لا تستطيع هي تبقى في ذمتها وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لكن لو ماتت ولم تقدر على الصيام وماتت، هل أحد أقاربها أن يصوم عنها؟ إذا أراد أن يبري ذمتها بعد موتها فله أن يصوم عنها نيابة عنها. نعم.